ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف من تونس الأستاذ زياد السالمي الناقد الرياضي للحديث عن أبرز الأحداث الرياضية الإفريقية على مستوى الألعاب الجماعية في عام 2022. أهلا بك يا فندم. يعني في عام 2022 توج النادي الأهلي ببطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الزمالك وتأهل لبطولة العالم للأندية سوبر جلوب. برأيك كيف تحقق هذا الإنجاز؟ مرحبا بك الزميلة العزيزة. طبعا أكيد ونحن نودع سنة وأكيد نستقبل سنة، أكيد الكل يعرف أنه كانت أكيد خاصة بعد عودة الأنشطة الرياضية، خاصة بعد ما شهدوا العالم من كورونا، أكيد هذا ليس بالغريب وأكيد إنجازات كبيرة للفريق وأكيد نادي القرن الأهلي المصري. طبعا هذا التتويج وخاصة سلسلة هي من التتويجات في مختلف الاختصاصات، ليس فقط كرة الطائرة وكرة اليد وأيضا حتى كرة القدم. طبعا هذا ليس بالغريب، أكيد تعرف هناك يعني صحيح تتويج مهم جدا أكيد للرياضة المصرية وأيضا للرياضة العربية، ولكن هذا يأتي أكيد ليس من فراغ وإنما من أكيد من قيادة رياضية، من أكيد من يعني عناية خلال أعلى مستوى في النادي الأهلي، وأكيد أعرف هذا جيدا. كنت أكيد السنة أكيد بداية هذه السنة كنت أكيد مع الأسطورة والكابتن محمود الخطيب، ليس بالغريب على أكيد مختلف الفرق أو الأندية المصرية وخاصة النادي الأهلي المصري. طبعا هناك قيادة رياضية، هناك التفكير في كل شيء، خاصة التفكير والتحضير البدني وأيضا الفني والإداري، هذا هو أكيد يعني هذا هو اللي يحسب. هذا إنجاز ليس من فراغ وإنما أكيد مثل ما قلت هناك إنجاز، هناك تفكير، هناك رؤية رياضية، هناك قيادة رياضية، هناك تفكير، خاصة يعني ليس بسهل أن تكسب مثل هذه الإنجازات القارية، وأيضا خاصة نعرف دائما هناك الإنجاز المحلي أيضا القاري مهم جدا على المستوى العربي والإفريقي والعالمي. أكيد كل صغير يعرفها الأهلي المصري على مختلف الفرق ليس فقط في مصر وإنما أيضا في المستوى العربي والإفريقي والعالمي. طبعا هذه هي أكيد مهم جدا أنه الفريق يعرف كبيرة وصغيرة، الفريق يعرف كيف يستعد، يعرف كيف هي يعني اللاعبين، الإطار الفني، الإطار الإداري. طبعا هذا هو خاصة هناك رؤية، تعرف ليس بالسهل أن يمكن أن يكون عندك أحسن لاعبين، عندك أحسن مدرب، لكن القيادة عندما تكون هناك إدارة قوية جدا هناك يعني طبعا هذا ليس بغريب مثل ما قلت. طبعا أكيد إنجاز وإنجازات كبيرة، خاصة هنا ونحن نتحدث اليوم ونحن نحسد ويعني ونعدد مختلف الإنجازات ليس فقط في مصر وإنما في العالم العربي. طبعا أكيد إنجازات كبيرة للرياضة المصرية في مختلف الاختصاصات، وخليني أقول هذه كانت الفقيد الوحيد الذي ترك مكانه هذه السنة أكيد في كأس العالم هو أكيد المنتخب المصري، كنا نراه يعني أكيد في مراتب متقدمة جدا. طبعا هذه هي الرياضة العربية ونحن نحصي اليوم أهم الإنجازات في مختلف الاختصاصات سواء كانت رياضات فردية جماعية، وأكيد دائما يعني القادم دائما إن شاء الله ستكون أكيد سنة 2023 ونحن على أبواب أيضا سنة أخرى ستكون أكيد الألعاب الأولمبية والبارالمبية، طبعا مهم جدا أيضا ونحن نتابع أكيد في الكواليس. كنا سمعنا خاصة ما يتداوله الشارع الرياضي العربي هو لما لا تكون القاهرة يعني وخاصة مصر. أستاذ زياد، يعني نادي الزمالك توج ببطولة الأندية الإفريقية أبطال الكؤوس لكرة اليد، ما رأيك في فوز الزمالك باللقب القاري؟ مهم جدا أكيد، شفنا اللقاءات وأخذ ورد دائما ما بين القاري، خاصة يعني هي الزمالك يعني خامس مرة والسابقة خمس مرات تتوج بهذه الكأس والسادسة يعني في تاريخها، الأهلي أيضا أربع مرات، يعني هذه يعني مثل ما قلت يعني هناك دائما في مصر هناك السيطرة معروفة أكيد ما بين العملاقين مثلا بس الأندية أكيد الزمالك وكذلك الأهلي، طبعا زوز من أقوى الأندية خلينا نقول ليس فقط في مصر وإنما في المساحة الرياضية العربية وفي العالم، ما نعرف أن في مختلف الاختصاصات خاصة في كرة اليد وأيضا كرة القدم، تعرف أن ناديين عملاقين خاصة مع ساعتين جماهيرية كبيرة جدا وإدارات فنية يعني مهمة جدا وإدارات وإدارة يعني خلينا نقول دائما مثل ما تحدثت في البداية أنه صحيح جدا أنه هناك الإدارة الفنية، لكن هي دائما القيادة الإدارة التي تمسك بزمام الفريق يعني من كل الجوانب الكواليس اللي هي التي تضع الاستراتيجية التي تضع كل شيء، يعني هذه الفرق التي تلعب على الانتصار تلعب ليس فقط عن انتصار يعني فرق تطمح دائما لميل الكؤوس، هي فرق الكؤوس مثل ما نحكي هنا في تونس دائما الفرق التونسية مثلا الترجي الافريقي وغيره، ايضا في مصر الزمالك الاهلي هم الفرق ليس المسموح انه يعني تتخفى كاس او يعني سواء في المحلي او
المستوى العربي وفي العالمي. طبعا هي فرق للتتويج، يعني هذه نقولها، يعني فرق خلقت لتكون متوجة، لتكون على صحابة الكؤوس، صحابة المركز الأول. وهذه يعني دائما الأقدر ما بين العملاقين، يعني يقولها دائما يعني في تونس نتابع أكيد دائما مختلف اللقاءات، وخاصة ما بين الزمالك والأهلي مثل ما هنا في تونس الكل يتابع ما بين الترجي والإفريقي. طبعا أكيد هذه هي الكرة وهذه هي الرياضة حقيقة، فريقين من أفضل ما فيه في الساحة العربية، عملاقين في مختلف الاختصاصات، وهذه هذه يعني أكيد لابد أن الاستفادة من مختلف يعني هذه التركيبة، خاصة خلال ناديين عملاقين الأهلي والزمالك المصري. أستاذ زياد، الترجي التونسي حقق لقب بطولة الأندية الإفريقية أبطال الدوري على حساب الزمالك، برأيك ما هي أسباب قوة المنافسة بين الأندية المصرية والتونسية في كرة اليد؟ هي بالفعل دائما خلينا نقول ليس فقط في الأندية وإنما حتى في المنتخبات، تعرف دائما زدت وتذكر منذ سنوات يعني كان يعني كأس إفريقيا ما بين المنتخب التونسي والمنتخب المصري، وهذه هي يعني دائما هناك لقاءات، كل ما يكون هناك لقاء ما بين أي ممثل في مختلف الاختصاصات سواء كان في الأندية أو في المنتخبات ما بين تونس ومصر، يكون هناك الدربي، دربي الأجوار والدربي الأشقة والدربي عربي، ويحظى بالمتابعة الإعلامية والمتابعة الجماهيرية، وتعرف هذه يعني هناك المنافسة قوية جدا، وأكيد الترجي يعرف فريق أيضا فريق عملاق، فريق يعني للتتويجات، وهذه منافسة كبيرة جدا. بالتأكيد أستاذ زياد السلمي الناقد الرياضي، كنت معنا، شكرا جزيلا لحضرتك.